ولمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في لبنان، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والقيادي في حركة حماس الدكتور عبد الجبار سعيد. حياكم الله دكتور عبد الجبار. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. يعني عزاؤنا لكم وللشعب الفلسطيني باغتيال الشيخ العروري. بداية، يعني هذا الاغتيال ألا يعد استهداف العروري مخاطرة من الاحتلال بتوسعة دائرة الحرب، أم أنه يعلم سلفا رد الفعل المتوقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية جزاكم الله خيرا على التغطية والمتابعة، وشكرا على تعزيتكم، ونحن نعدها تهنئة. نحن نستقبل في الشهداء التهاني ولا نستقبل تعازي، لأن الشهداء بالنسبة لنا حياة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. ومن خلالكم نوجه التحية لأهلنا محبي وذوي الشهداء، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم القبول، وأن ينزلهم منازل الشهداء والصالحين، وأن يأجر محبيهم وذويهم، ويأجرنا جميعا أجر الصابرين المحتسبين. ومن خلالكم أيضا اسمحوا لي بالتحية لشعبنا الفلسطيني الصابر الصامد البطل، ولمجاهدينا في فلسطين وغزة، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى. اللهم آمين. اغتيال الشهداء يعني موقف جبان من عدو مهزوم. العدو في هذه المرحلة يبحث عن أي صورة يظن أنها تظهره منتصرا. في ظل فشله المتواصل قرابة الثلاثة شهور في غزة العزة، وكل هذه المحاولات لتحقيق ما زعم أنه أهداف لمعركته الخائبة، يحاول أن يبحث عن أي صورة يلتقطها يزعم من خلالها أنه حقق انتصارا على شعبنا وقياداتنا، وظن أنه بهذا الاغتيال يفعل ذلك. ولذلك أمام شعوره بالإحباط والهزيمة في غزة وسعيه للحصول على هذه الصورة، ربما يعتبر المغامرة في هذا الاتجاه مقبولة إذا غلب على ظنه في ظل ما يراه من دعم دولي من أمريكا وحلفائها المستكبرين في هذا الاتجاه، يقدر من خلاله أن المعركة ربما لن تتوسع، لكنه بإذن الله سيخيب فأله، وما ظنه انتصارا في لحظة من اللحظات سينقلب عليه مزيدا من الهزيمة إن شاء الله. ونحن نجزم بأن مقاومتنا ومجاهدينا والمقاومة في لبنان وغيرها إن شاء الله سترد بما هو مناسب وبما يستحقه هذا الإجرام وهذا الحدث. ولذلك يعني إذا ظن أنه انتصر بهذا فهو واهم. طيب، أنتقل بالسؤال هنا للكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أحمد الكومي الذي ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول. أهلا بك بداية أستاذ أحمد. يعني الحرس الثوري الإيراني أكد أن اغتيال العروري لم يجعل حسابات المقاومة كما وصفها تقع في خطأ استراتيجي. السؤال هنا، هل الاستجابة للدعوة بوحدة الساحات، توحيد الساحات التي يعني بح حقيقة بح صوت المقاومة بالدعوة إليها، توحيد الساحات، والتي كان العروري يعني صاحب فكرتها الأساسية، هل أصبحت تلك الاستجابة خطأ استراتيجيا؟ يعني لا يمكن أن نقول إنه هذه الاستجابة خطأ استراتيجي. يعني بالتأكيد يعني الحرس الثوري، أو دعني أقول محور المقاومة، توجد حسابات معقدة في سياق ومسار المعركة الموجودة مع العدو، وبالتأكيد قد تكون هناك معلومات لدى محور المقاومة فيما يتعلق بنوايا العدو تحديدا من الإقدام على اغتيال بهذا الحجم. نحن نتحدث عن حدث قد يكون هو الأضخم بكل
تفاصيله قد يكون هو الحدث الأضخم في المنطقة منذ 3 عقود أو 4 عقود، يستهدف الرجل الثاني في حركة حماس، ومن يتهمه تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف كل العمليات في الضفة المحتلة وبناء إعادة بناء البنية التحتية لكتاب القسام وتسليحها، وبالتالي الوقوف وراء الكثير من العمليات، وإضافة إلى كونه كما تفضلت هو صاحب نظرية أو فكرة وحدة الساحات، كما أن نتنياهو شخصيا هو اتهمه قبل العدوان الحالي على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني، اتهمه شخصيا وذكره بالاسم بأنه يقف خلف تصعيد الأوضاع والمقاومة في الضفة المحتلة. لذلك الحدث ليس يعني بسيطا، هناك بالتأكيد حسابات كبيرة، وأعتقد أن اليوم حزب الله والمحور المقاومة، دعني أقول بشكل أوسع وأعم، هو يوجد تحت اختبار حقيقي. كل الأنظار، كل أنظار الوطن العربي تترقب ما يمكن أن يكون عليه رد المقاومة الفلسطينية أولا، صاحبة الدم وولية الدم، إضافة إلى حزب الله، باعتبار كما أجمع العديد من المحللين والمعلقين العسكريين، اغتيال شخصية بحجم العروري هو استهداف أو ضربة مزدوجة لحركة حماس ولحزب الله تحديدا، خصوصا أنه كان في المربع الأمني الأكثر تحصينا بالنسبة للحزب وهي الضاحية الجنوبية. لذلك اليوم الأرقام النظرة كلها تترقب رد الحزب ورد المقاومة الفلسطينية تحديدا، لكن بالتأكيد هناك كثير من الحسابات، يعني قد نصل إلى مرحلة يمكن أن نقول أنه إسرائيل عمليا هي التي أخطأت التقدير، وكما قال نصر الله قبل قليل أنه اليوم الرد كفيل بما تراه الأيام والليالي، ولذلك الكل يترقب حالة الرد بالنسبة للحزب. الحزب تحديدا تحت اختبار حقيقي هذه المرة، نتحدث عن كسر خطير لقواعد الاشتباك في مدينة بيروت، يعني هذا كسر خطير الأول من نوعه منذ 3 عقود. ولا ننسى أيضا أن اليوم يعني، ولذلك يعني نحن نقول باختصار، يعني الميدان مفتوح على كل الاحتمالات، وأعتقد أنه حالة أو رد الفعل الإسرائيلي الذي تجري حاليا ونحن نتحدث الآن عبر الهواء مباشرة، في اليوم رئيس القائد القيادة الشمالية ورئيس الأركان موجودين في الشمال، وهناك حالة استنفار كبرى وحالة استنفار في وسط وشمال الكيان. أعتقد أن اليوم الكيان نفسه، قيادة الكيان، تتحسب رد، يعني لا تستطيع أن تقرأ نوايا المقاومة تحديدا ولا نوايا حزب الله، ولذلك هذا يجعلنا نقول لا يجب أن نستبق الموقف. الميدان مفتوح على كل الاحتمالات. يمكن أن نقول أنه إسرائيل استثمرت الوقت واللحظة من أجل توسيع رقعة الحرب، وبالتالي إطالة أمد المعركة، لأن نتنياهو يدرك أن إطالة أمد المعركة هو يعني تأخير ساعة المحاسبة. طيب يعني هناك بالمقابل هناك من يعتقد أن إسرائيل ربما أمنت في هذا الاستهداف من ناحية حزب الله على الأقل، أن جرى اغتيال عماد مغنية وجرى اغتيال أيضا قاسم سليماني، طبعا نتحدث هنا يعني بما يخص إيران، ولم يأتي الرد التي كانت يعني تحذر منه إيران. بجميع الأحوال أتوجه بالسؤال هنا للدكتور عبد الجبار. دكتور عبد الجبار، ما هو الرد المتوقع من الحركة على اغتيال رئيس المكتب، عفوا نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة؟ ما هو شكل هذا الرد؟ يا سيدي، أولا الرد بتفاصيله لن يعلن هنا بالتأكيد، لأنه هذا ليس مكانه. أقصد هل هو الإخوة في عفوا أقصد هنا هل هو رد عسكري أم سيكون عن طريق لربما تصعيد موضوع المفاوضات؟ كل الاحتمالات مفتوحة، ولا نحن نتحدث عن رد يوازي هذا الإجرام وهذا يعني الخطأ الاستراتيجي الذي قام به العدو، ولكن هذا متروك للميدان وللإخوة في الميدان وللشباب المجاهدين المقاومين. لكن الحركة بكليتها الحقيقة مجمعة على ضرورة الرد، ولن تجد مترددا بيننا في هذه المسألة. وهذا الرد يمكن أن يتفاوت من أعلى الأهداف إلى أصغرها، وكل ما لدى العدو معرض بالنسبة لنا للرد والدفاع عن أنفسنا وشعبنا. ونحن كما قلت وكما قلنا سابقا، يعني رغم مكانة الشيخ صالح بيننا ونائب رئيس الحركة
وتاريخه الجهادي والنضالي ومقاومته الحقيقة لهذا الاحتلال معروفة للجميع. رغم هذا فإن الشيخ نال ما تمنى ونال ما كان يسعى إليه رحمه الله، ودمه كدماء شهدائنا جميعا ودماء أبناء شعبنا الذين يسقطون يوميا، بل يرتقون، لا نقول يسقطون، يرتقون يوميا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وبالتالي كل الدماء علينا غالية. وهذا العدو يستحق ويحتاج أن يدفع ثمنا غاليا وباهظا فوق الذي دفعه، يعني كدائبنا وشبابنا في كل يوم يعلنون عن عشرات القتلى من جنود هذا العدو المجرم، وهو حقنا في الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا وعن أرضنا كما تعلمون. وبالتالي الرد بقيمته وحجمه وطبيعته ومكانه متروك للميدان في الحقيقة، لكن العدو سيدفع ثمن هذا وثمن عدوانه على جميع شعبنا وقادتنا وشهدائنا. نعم، ولربما يعني دماء الشيخ أحمد ياسين وأيضا عبد العزيز الرنتيسي من سبقوا الشيخ صالح، يعني تشهد بأن المقاومة أصبحت أقوى وأكثر صلابة من ذي قبل. أتوجه بالسؤال هنا إلى الأستاذ أحمد، يعني هناك من يرى أن الاحتلال يريد خلط الأوراق، هل تعتقد أن نتنياهو لربما يعني وجد طوق نجاته وانتصارا زائفا يسوقه للشارع الإسرائيلي بهذا الاغتيال؟ يعني لا شك يعني نتنياهو توجد لديه أهداف شخصية من هذه من عملية الاغتيال. هو يريد إرضاء اليمين الصهيوني المتطرف، يريد إرضاء شركائه داخل الائتلاف الذين في الأيام الأخيرة هددوا بالانسحاب ووضعوه بين فكي الكماشة بين القبول بالضغوط الدولية المفروض عليه وأيضا مطالب وشروط اليمين المتطرف. ولذلك هو يريد أن يهدئ الجبهة الداخلية، الجمهور الصهيوني الغاضب من عدم تحقيق أي إنجازات استراتيجية حقيقية في معركته في قطاع غزة، وبالتالي هو هرب من الهزائم المتتالية في قطاع غزة باتجاه عملية الاغتيال في الجبهة الشمالية لأكثر من هدف. الأول هو إرضاء الجمهور الصهيوني واليمين المتطرف، يريد إرضاء شركائه داخل الائتلاف، والوقت نفسه يريد إطالة أمد الحرب وبالتالي جر المنطقة إلى حرب إقليمية لا تريدها الولايات المتحدة تحديدا. ولذلك نعم نتنياهو هو يعني له أهداف شخصية من خلف عملية الاغتيال، لكن الشيء الثابت والراسخ والحقيقة الراسخة هذه عملية الاغتيال لا يمكن أن توفر له حبل نجاة، لا يمكن إطلاقا ولا جسر نجاة، لأن ما جرى في هذه العملية لا يمكن أن تغطى على فشل 7 أكتوبر. يوم 7 أكتوبر لوحده العملية التي عملية طوفان الأقصى، معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس، كانت عملية هي هوت بسلسلة القيادة من رئيس الوزراء حتى جميع قادة الأجهزة الأمنية في 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 الاحتلال. نتنياهو يدرك بأنه يريد أن يراكم إنجازات تغطي على ما جرى في 7 أكتوبر والهزائم المتتالية لأكثر من 90 يوم. اليوم يجب أن نتذكر أن عملية اغتيال الشيخ صالح يعني كانت في اليوم 87 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ويعني العملية استهدفت الرجل يعني كما قالت أحد الصحف الأمريكية، إسرائيل بعد معركة طوفان الأقصى أطلقت عملية مطاردة دولية من أجل أن تصل إلى العروري، الشيخ صالح العروري. ولذلك نتنياهو يريد هذه العملية من أجل أن يطيل أمد المعركة، من أجل أن يوسع الجبهة رقعة الحرب بعكس رغبة الولايات المتحدة بالتأكيد. والهدف الأساسي هو يعتقد أنه يمكن أن يوفر له جسر نجاة أو حبل نجاة أو بوليس التأمين من المحاكمة مما جرى في 7 أكتوبر. لكن الجمهور هو يدرك تماما بأنه هناك استحقاقات لابد أن تدفعها الدولة وعلى رأسها رئيس الوزراء مما جرى أولا في 7 أكتوبر ومما جرى في بعد 7 أكتوبر، الفشل في القضاء على حركة حماس. وقبل قليل كان جون كيربي يصرح بشكل واضح، منسق الاتصالات الأمريكية في مجلس الأمن، يقول أنه يعني فكرة القضاء على حماس يعني لا يمكن أن تتحقق، وبالتالي حماس تظل موجودة في قطاع غزة وفي غير قطاع وفي خارجه. وبالتالي هذا اعتراف حقيقي. نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية مطالبون بأن يقدموا إجابات على أسئلة الفشل التي جرت. اعلم أن رئيس الوزراء هو تنتظر محاسبة ومحاكمة حقيقية على ما جرى في 7 أكتوبر وعلى الفشل
في تحرير الأسرى. عمليا نتنياهو يواجه يراكم فشل بعد فشل. هو اولا منع من 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 اسر الأسرى الإسرائيليين وان يصبحوا في قبضة حركة حماس، وهو اليوم هو يفشل في تحريرهم. وبالتالي يعني حتى لو قضى على كل حماس وعلى فكرة حركة حماس لا يمكن ان يغطي على الفشل الذي جرى في 7 اكتوبر. نتنياهو يعلم تماما بانه سيدفع ثمن هذا الفشل. عمليا قادة الأجهزة الأمنية، نتحدث عن وزير الحرب يوف جالانت، رئيس الأركان هيرتس هاليفي، وزير الشباك رونين بار، كل هؤلاء هم قدموا استقالات مؤجلة في اليوم الأول لسبعة أكتوبر، قدموا استقالات مؤجلة واعترفوا بالفشل في 7 أكتوبر. والوحيد الذي يحاول أن يناور بنجاته هو نتنياهو، الذي في الأسابيع الأولى لهذه الحرب اتهم قادة الجيش تحديدا والشباك بأنهم فشلوا وتحملوا مسؤولية الفشل قبل أن يتعرض لهجوم ويضطر إلى نشر تغريدة اعتذار لقادة الأجهزة الأمنية. نعم. طيب. لذلك نحن نقول إنه هذه المعركة ستنتهي اليوم أو غدا أو بعد أسبوعين أو ثلاث وما إلى ذلك. طيب. لكن عمليا هذه الحرب لن تنتهي في الداخل الإسرائيلي. دكتور عبد الجبار، ما موقف حركة حماس بعد هذا الاغتيال من يعني مسار مفاوضات التهدئة؟ ما تبعات وتأثير عملية الاغتيال على مسار تلك المفاوضات؟ الآن نحن في هذه المرحلة أوقفنا الحقيقة جميع يعني المفاوضات أو محاولات التواصل من طرف الأصدقاء وبعض الوسطاء بشأن موضوع الأسرى، ولكن أيضا من المهم أن يكون واضحا أن عملية الاغتيال هذه ستزيدنا إصرارا على موقفنا وعلى حقنا في أن لا تقوم أي مفاوضات إلا على قاعدة وقف العدوان الشامل للحقيقة بكل امتداداته وأبعاده، سواء في داخل قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في غيرها. وبالتالي يعني الحديث عن هدى إنسانية أصبح وراء الظهر منذ وقت طويل، وهذه الجريمة باغتيال الشيخ صالح وإخوانه في الحقيقة هي تزيدنا إصرارا على هذا الموقف. لا بد من وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة، وبعد ذلك يكون الحديث في مسألة يعني المفاوضات والإنجازات السياسية والأهداف السياسية التي ينبغي أن تتحقق، وكل ما يتبع ذلك من تفاصيل متعلقة بالأسرى الكل مقابل الكل وغير ذلك من التفاصيل التي أعلنت عنها قيادة الحركة. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفي من الدوحة عبر سكايب، الأكاديمي والقيادي في حركة حماس الدكتور عبد الجبار السعيد. وأشكر أيضا ضيفي من اسطنبول الذي انضم إلينا عبر سكايب، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد الكومي. شكرا لكما ضيفي الكريمين.